بين قتل وجرح وتعذيب وإخفاء قسري، ناهيك عن تشريد الآلاف من المدنيين. يوثق تقرير للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الكثير من جرائم الميليشيا في اليمن. يكشف التقرير الميداني عن نحو 10,000 حالة انتهاك سجلت خلال الفترة من مارس وحتى يوليو من نفس العام، وهو ما وصفه التقرير بانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب ارتكبتها ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع حيث رصدتها بتلك الفترة. بكل الكلمات والأوصاف، ترقى أفعال ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع إلى جرائم حرب مكتملة، في حين أن أفظع هذه الانتهاكات أيضاً يجري متابعتها ومحاولة رصدها من خلال فريق تابع للجنة الانتهاكات التي يؤكد عليها أعضاء اللجنة من خلال حديثهم في المؤتمر الصحفي الأول في العاصمة السعودية الرياض. اللجنة قبل أن تقوم بالعمل في الأرض أو في النزول الميداني حددت قائمة بالانتهاكات. ووثقت اللجنة وقوع ما يزيد عن 3,000 حالة قتل تمت بحق مدنيين في كافة المحافظات، بينهم 129 طفلاً و100 امرأة. كما سقط نحو 4,000 جريح من المدنيين برصاص الميليشيا نتيجة النزاع المسلح. أما ما يتعلق بتجنيد الأطفال فقد بلغ عددهم نحو 3,078 حالة. وقالت اللجنة إنها رصدت وحققت فيما يزيد عن 54 حالة قتل تمت خارج نطاق القانون، وأيضا حققت في 358 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، بينما سجلت عدد ضحايا الألغام بحوالي 80 حالة موزعة على عدد من محافظات الجمهورية. أكثر ما عرفت به ميليشيا الحوثي هو الاختطاف والإفراط في التعذيب وأيضا تفجير المنازل، وفي هذا رصدت اللجنة وحققت فيما يزيد عن 143 منزلا جرى تفجيره، بالإضافة إلى رصد وتحقيق 122 حالة عمليات تعذيب وإخفاء قسري للمدنيين تضمنت حالات تعذيب حتى الموت. يبدو أن حرب هذه الجماعة لن تنتهي فصولها على خير، فملخص تقرير اللجنة يذهب إلى أن الميليشيا لم تترك وسيلة إلا واستخدمتها من أجل إلحاق الضرر وإخضاع اليمنيين لسلطتها. والسؤال، كم ستحتاج ميليشيا الحوثي وقوة صالح من الخراب والدمار لتحقيق أهدافها؟